يا أهلا فيكم، اليوم جايبت لكم طريقة زيت الزنجبيل، له استخدامات كثير سواء للشعر أو لحرق الدهون وأيضا للبشرة. أولا راح أغسل الزنجبيل وأبدأ أقطعه بقطع رقيقة بحيث نضمن أنه لما ندخله الفرن يجف بشكل أسرع. بعدها ما نقشر الزنجبيل أبدا لأن القشور لها فوائد. بعدها راح أضعه في صينية بورق الزبدة، زي ما انتم شايفين كيف القطع خفيفة. أبدأ الآن أفردها في الصينية، نحاول إنه نبعد القطع عن بعض بحيث توصلها الحرارة بشكل أسرع. طبعا الزنجبيل معروف بفوائده للشعر، إنه يحسن صحة الشعر ويستخدم في المنتجات اللي تعالج الصلع، وأيضا يقوي جذور الشعر. زي ما انتم شايفين كيف الزنجبيل صار جاف تماما، وضروري انه نوصل لهذه المرحلة ونتأكد انه الزنجبيل جاف تماما وما في نسبة من الماء، لأن في فرق ما بين زيت الزنجبيل وما بين خلاصة الزنجبيل. خلاصة الزنجبيل زي ما عملت معاكم خلاصات المائية في فيديو سابق موجود في القناة، نعمل الخلاصة في الجلسرين وما يحتاج إلى تجفيف العشبة أو الفاكهة. أضع الزنجبيل في الخلاط وأضيف عليه زيت المشمش أو أي زيت متوفر عندكم، مثل زيت بذور العنب أو زيت اللوز، زيوت خفيفة وتعتبر زيوت ناقلة لأنها تنقل فوائد العشبة أو الفاكهة. فزيت الزنجبيل له استخدامات كثير، ممكن نستخدمه كتدليك لفروة الرأس، يساعد على نمو الشعر وزيادة الكثافة، أو نستخدمه لحرق الدهون في مناطق معينة. في الفيديوهات الجاية بإذن الله راح أعمل لكم كريم خاص لحرق الدهون. هنا أبدأ أضيف الزنجبيل في برطمان أو في علبة تكون محكمة الإغلاق، وأبدأ أضعها في مكان مظلم لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع. لو حابين نسرع المدة، إنه نضع الزيت في حمام مائي مدة 10 دقائق. هذا الزيت بعد مرور 4 أسابيع زي ما انتم شايفين. أبدأ أصفي الزيت الآن وأصفي الزيت بشكل جيد، وبعدها يكون الزيت جاهز. أبدأ أستخدمه في صناعة المنتجات أو في أنه أخلطه مع زيوت خاصة لتطويل الشعر وزيادة كثافته، أو مع الماسكات والخلطات الطبيعية. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وأشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله.